شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الأممية لإدخال المساعدات بالكميات الكافية لإنهاء الكارثة الإنسانية بقطاع غزة وإنقاذ اهالي القطاع من المعاناة الغائلة التي يتعرضون لها وخلال استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أشار الرئيس السيسي إلى ضرورة أن تسفر جهود التهدئة عن تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد انتوني بلينكن وزير الخارجيه الامريكي والوفد المرافق له بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه، وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه ان وزير الخارجيه الامريكي نقل تحيات وتقدير الرئيس بايدن للسيد الرئيس منوها بالجهود المصريه المتواصله. من اجل تهدئه الاوضاع بالمنطقه وترسيخ السلام والاستقرار وهو ما ثمنه السيد الرئيس مؤكدا حرص مصر على استمرار التنسيق بين الجانبين بما يصب في مصلحه الامن والاستقرار الاقليميين واضاف المتحدث الرسمي ان اللقاء شهد التباحث بشان الاوضاع الاقليميه وخاصه في قطاع غزه والاراضي الفلسطينيه حيث حرص وزير الخارجيه الامريكي على اطلاع السيد الرئيس على مجريات جولته الموسعه بالمنطقه والاستماع الى رؤيه مصر بشان افاق الحل وقد شهد الاجتماع عرض الجهود المصريه للتواصل مع كافه الاطراف بهدف الوصول الى وقف فوري لاطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الانسانيه حيث شدد السيد الرئيس على ضروره اطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته لتنفيذ القرارات الامميه ذات الصله بحيث يتم ادخال المساعدات بالكميات الكافيه لانهاء الكارثه الانسانيه بالقطاع وانقاذ اهالي غزه من المعاناه الهائله التي يتعرضون لها مع ضروره ان تسفر جهود التهدئه عن تسويه عادله وشامله للقضيه الفلسطينيه بما يعالج جذور الوضع الراهن ويمكن الشعب الفلسطيني من الحصول على حقوقه المشروعه ويحقق الامن والتنميه والازدهار لجميع شعوب المنطقه وقد توافق الجانبان على استمرار التشاور المكثف بشان الاوضاع الراهنه والتواصل مع مختلف الاطراف لدفع جهود التهدئه ومنع اتساع رقعه الصراع مع تاكيد الرفض التام لمبدا او محاولات تهجير الفلسطينيين من اراضيهم والتمسك بمسار حل الدولتين كاساس تحقيق الاستقرار في المنطقه